ما يدانونك ذولا كل عذالي. على اللوكيشن جديد. ايوه لا دوني ومن دونك ناس ما يدانونك ذولا كل عذالي يا خلي عذلون. فالعذال لا تهتم فاولهم وفاخرهم كل غلا غالي علي منهم. لو دوني ومن دونك سما يدانونك ذولا كل عذالي يا ودك سردي. لا 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 يا خلي عذلونك فالعذال لا تهتم فاولهم. ساير ودك تفجر براس ذاك. تعال بس ابغاك ذاك ذاك بنفجر براسه مو بداي بس تعال والله تعال 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 بسرعه تعال بنكرم شو اسمه بدر. تعال يلا 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 كرموني. ها يلا الروح الرحيم. تعال يلا انا بجي انا بجي من ورا. ها يلا يلا كانك متفاجئ كانك ما تدري شو السالفه. يلا بسم الله والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اليوم حصل على المركز الاول. هذه مقلوبه إيه. حصل على المركز الأول الزميل بدر. صح لا أنت بس جنبك شوية بدر الزميل والفنان وكذا الزميل والصديق والنجم الصاعد وبقوة اللي راح يفجر اللي راح يفجر الدنيا بدر. حبابك في بدر العزيز. شخص طيب شخص وش تشخيصه؟ اليوم ربحت. أنا اللي أسلمه. اصبر كلنا أنت مقدم أنا أسلمه. اصبر اصبر يا أخي أنا أسلمه. أوه سلمني سلمني بدل ايوه 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 تعال اصبر خلنا نصور. مجاد مجاد تعال صور. عطى صور فوتوغرافيه. تعال تعال عادي عادي خل 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 عادي قم قم بنجيك بنجيك بنرجع لك بس سلمني الهديه. يلا خلنا نسلم. قلت تشيز تشيز. هذه الهديه بمناسبه ان شاء الله على تدشين شيلته اللي امس. هنا ولا هنا؟ مات هذا؟ إيه تعال كلمة رأسي. تعال إيه كأنك 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 ما مت. صحف. الحمد لله أنا شاكر لك يا أستاذي على هذا الجائزة القيمة. شكراً. طبعاً إن شاء الله راح نعطيك شيك بدون رصيد. إن شاء الله. الله يسعدك. شكراً لك شكراً يعني لتقبلك. الهدية متواضعة. بالله علقها في بيتكم ولا حطها في الطربيزة؟ طيب الهدية دي عبارة عن ايش؟ عيال عيال ايش؟ قسم بالله يا قلبي كذا يقول طخ طخ. راح احجز هناك انت انت مين؟ اللي خذتها الدلع والملح واللوقي كلمة لا حكيت ونظرة عيني ساكن القلب والشريان وعروقي. افتحوا الباب تكفون افتحوا الباب افتحوا الباب. انا اقول انا اقول اسحون المطبخ وانت روح ثاني حطونا حطينا والله يا اخي يا اخي. شوف هذه طال عمرك كانت في غرفتنا بس ما ادري شلون جابها ما ادري شلون جابوها هنا. جابها معك انت؟ انا حطها في الشنطه بس الظاهر يوم فتش الشنطه يدورون جوالات حطوها الله اعلم. ها لو دوني ومن دونك ناس ما يدانونك ذولا كل عد. جيبوا جيبوا تكفون يا عيال. هاي بطاير بس بس كفو بيضا وجيكم يا عيال. والله انكم كفو محزن من مليان. بيضا وجيكم كفو يا عيال. ابغى اسود يا عيال ابغى اسود. اسمع سلمني انا سلطان بروح اجيب لكم زياده. انا جبني بجيب الزياده. سلطان ابي عصير اسود. سلطان عصير اسود واصفر واحضر اخضر. عيشة 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 حقتهم الجديده دي ما نبي نفتحها. اي خلها خلها هذه وش ذا. هاي يا محسن محسن يا محسن يا محسن 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 اكسر الباب. شافتكم يا بن داقلاي. ابشر بالسعد. عيني من تحت. لا تخليني اكسر الباب الحين. بن داقلاي محسن منك سهلت. محسن بن داقلاي نبي جبنا عصير جبنا عصير محزن عصير اسود. عصير اسود اللي لقيته طازه بارد جيبه. ما هو بارد لا تجيبه. عبد الله الشاف سم طلع يدك من تحت بحط فيها شراء. اقلبها اقلبها دقيق 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 يا عيال اسمعوا يا اخي ما بعطيه معكم. في طاليه ساير. ها حبيبي ساير ثاني ثاني هلا تعال تعال ساير تعال. ها هلا
وشو؟ امسك امسك امسك. هذا وشو ذا بطاطس؟ ايه حافظ انت حافظ يا عيال. ها كبير هذا ما يضر. عبود يا عمري امسك امسك يا عبد الله عساف امسك. ها يا ويلي ويلي ملفوف يو يا عيال امسك والله عيال هذا وش عيال هذا من اللي جاكم هذا؟ اعطوني الصحن الاول اعطوني عشان احط فيه فطاير بسرعه. يلا حطوه 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 يا من العالم روح روح يا شباب واحد يطلع ايده امشي بس لا 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 طلع ايدك خذ الفطاير ريفي خذ الفطاير اعطي الصحن فوق طلع ايدك طلعها يا عيال محسن محسن يا ولد طلع ايدك محسن محسن نبيع عصير تاكل محسن يا فاضي يا ولد ايش فيك نبيع عصير حطها على الصحن بجيب لكم عيال بجيب لكم عصير دقيقه كفو يا ابو عصير اسود عصير اسود عطني الصحن فاضي بسرعه فيب اعطيك وين وديه الباقي يا عيال ابي ابي قوطي فاضي يا عيال اي من عندك الصحن فاضي جاد ما اقدر سلطان سلطان شيل اللي اسمع 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 سلطان بسرعه سلطان طيب اسمع اسمع بنفضي نصه وبنطلع وانت وانت عب 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 الجهه هذه عب الجهه هذه دقيقه دقيقه طيب اصبر اصبر عب الجهه هذه اصبر اصبر عب يا عوال انتوا ليه مسجونين ايش علمكم والله علم الغانم علم الغانم انت تدري احنا ندري ها علمكم غانم ولا يسود الوجه لا 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 غانم ان شاء الله ذابحين لنا الطلي طال عمرك بالسرقه بالسرقه انا مسجون عشان الغداء اسمع قضيتهم اسمع اسمع يقولون ثلاث من العيال جاهم بسمه فضل بسرعه فضل الصحن بحط ماي بسرعه يا ولد نبغى بطاطس بجيك الحين يا اخوي انت الدب البطاطس اللي سويته وينه هذا منين جاب نبي عصير البطاطس والله طلعت اغلاط سجلنا سلطان ابي عصير اسود ابشر بالسعد يا بعد قلبي سلطان نفس تو بعطيك نصه يا عيال حر يا عيال حر خصنا والله خصنا هنا نبغى شيء يا عيال الله انكم تبشرون بالسعد هذا الطريق اللي اجيبكم اللي تبغون نبغى نبغى احنا مليان يا عيال تكفين يمه تكفين تسمعين يمه نزل الباقي في شيء باقي؟ اي باقي ارسلي لي اكل معونه شركة سلطان القحطاني لنقليات الاكل ما اخليهم لنقليات يا عمري قسما بالله عيال انكم كفو كلكم تبون بطاط مقلي بعد اي تكفى يا دقله دقيقه يلا خليه يخلص بس يحط الفطاير وبحط لكم بطاط يلا اسمع بن دقله قل لا اله الا الله اسمع ازهر تخلص بن دقله بن دقله دقيقه بن دقله اسمعكم بن دقله هلا عطنا بيتين يا وش يا عيال بلا زحف لا 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 يا عساف عساف يا عساف ما هو انا ما هو انا اسمع اسمع الله يستر امسك يا ولد امسك روح معي يا حبيبي هذا ترى اللي رش ما هو انا اللي قبل شويه تبغى مويه انت تبغى مويه لا نبع عصير بروح اجيب لكم عصير وجهي دقيقه بروح اجيب سلطان تعال سم ابدعك قروره ايوه وعب شاهي شوف شوف هذه قروره معي اي عب لي شاهي سم بقطع الحين شغله لك ها يلا 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 يا بنت اقلع يا ويلي حبيبي ايه عبد الله عبد الله هلا يا عيال عبد الله عبد الله يلا يلا ادفع ادفع وصلت عبد الله وصلت امر الحافيه يا عيال اسمع زياده 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 معقبين اي معقبين بس ما ادري ايش مسوي شنو مسوي يا عيال تعال شنو مسوي شنو مسوي يا ولد خلي ولدك يلعب الغالي يا ولد يا تبغون دراهم تبغون دراهم اي اي يلا جبت دراهم اجيكم يا عيال يا عيال احنا ذبحنا لكم ذبيحه لا اله الا الله قولوا لا اله الا الله ارب علمكم يبيض الوجه احنا ذبحنا عليك معناك ارب علمكم ينومس 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 اي ينومس والله ذبحنا لكم ذبيحه دقيقة بعلمكم شغلة اسمعوا زعلوا بس دقيقة اسمع اسمع الله يستر بعلمكم شغلة اسلم ترى السجون تخرج الابطال يا محسن انا اشكرك على كلامك هذا اسمع سيدنا يوسف عليه السلام انسجن اي ظلم انسجن ظلم الله عليك هلا عندكم فاضيين بالله تكتبون افكار وكذا امسك هات هات اسمع قلم قلم محمد يا سايق انا بكتب لكم كذا فكره هات سايق ها ابى اكتب لك يا قلم ابى اكتب لك ابغى قلم قلم تحديد الكل ها وين صوير ابى اكتب لكم كل خير يلا يلا انت يا عيال وين يا عيال حارتي اه شوي وينه لا تلمع البيض اسمع اسمع اه اسمع
اسمع تكلموا بعد صلاة العشاء على الافراش. عيال طلعوا مرة بس عيال محمد ما له سووا مظاهرة. تحبون تسووا مظاهرة؟ لا والله اعطني كوب صراحة بصبوه في كوب. بكره بنسوي اضراب على الطعام. الله عليك. ما عندهم مشكلة إدارة عادي بالعكس هذا شيء يعجبهم اصلا. محسن وفر عليه. محسن ابو زين تعال محسن مهمك الا نفسك. خذ بن دقلة تمشى في الاكل. يا عيال يا بن دقلة يا عيال امسكوا. ايه بن دقلة ادفع اسمع يا بن دقلة يا محسن اشرب يا محمد بندخل عليك كذبت بتكلم محسن طبقوها وشرب محسن يا ساير خلنا نسمع يا شباب يا محسن هلا روح سوي مظاهرة تكوى يا محسن ايش كاتبين اص هذا العساف نبي مظاهرة هذا العين عساف هلا هذا العين حيودو يا شباب دقيقة يا شباب قولوا لا إله إلا الله يا معلم يا شباب أصبر. يا شباب تسمعوني اسمع أبي أدخل عليكم أبو زيد من تحت الباب يغنين لكم طرف اسمع اسمع أبي الدقلة هلا الأفكار اللي كتبتها لك إيه قريتها طبقها يا حرب الواحد ساير ساير ها المحل اللي باخذ اللي انت خابر برا أنا كبير اسمع اسمع يلا الشاهد ما ترمس امسك واحد من هذا امسك يا ويلك طاح الشاهد راح امسك والله عليك يا سلطان امسك يا ولد صاحي عيال دو ايه عيال خذ لك كوب خلوه يجيب السرطان يجيب السرطان يا ولد يا ولد يا شباب لا تشربوا الشاي يا شباب قسما بالله جيب السرطان يا ولد صب الشاي بالبلاستيك يا شباب لا تشربونه هي سلطان يا ولد دخلك انا اصبر عليهم يا الاداره قصاب خطاب افتح الباب ادخلكم اكل معكم خطاب هم قفل عليهم شو جوا افتح والله افتح الباب يا ولد ايوه ايوه داخل خمسه بص يا عيال سمعونا ابو زيد صوتك ابو زيد ايوه صوت سمعنا صوتك يا ابو زيد حزنا مين الافراج نبشين على الافراج يا ابو زيد ها شايل على حزين يقول لك والله ما يسوى لا ابو زيد لا 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 ما راح اقولها عندك خطا لا والله انا ما بقول انا صرت خلاص يا روحي انا اوحي يا روحي شايل عينه هتوحي ايه يا روحي اصبروا وصابروا وما لكم الا الاجر ان شاء الله وحنا باذن الله بنحاول نملى كرشتك يا ساير لين الله يفرجها يا عيال انت ساير ترجع اللي موجود كل واحد انا مضايق ما عاد تدي بالواجب خلاص ساير عصاب عيال سام انت تبغون شيء سام سلامتك يا قلبي سلامتك ابغى شيء بصوت لك خلاص ساير من اللي موجود غيرك اللي موجود غيري يا بعد شبني والله اسمه انوار ايوه وبدر ايوه انوار 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 صامت ما ادري ليه تدخلينه بالغلط هو ما له ذنب طيب ساير ونوار كان يقطع الكم حقه الخروف بس انه شال العمود الفقري جاب الطامه يا ساير 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 انا الحين معصب اصلا ساير انوار قطع الكم يا عيال يا عيال لبيب بقول لكم شو ده قال يقول لك صاحبي وين ما شفتك زمان انت لاقي لك حبايب ولا نساك الزمان ولا نساك الزمان حط والله ما تسوى يا الله لا 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 انوار وش شعورك وانت قاتل الخروف المسكين ايش شعورك ليش انت كذا مجرم ليش تقتل الخروف يا انوار ليش الخروف ايش الخروف مسالم ما لقيت العمود الفقري ليش تطعنه ليش الخروف ينذبح من هنا انت كيف ليش خلاص بحاشي خلاص برصاصه خلاص تكون على بدني خلاص انا طالبك بجاء السايد خلاص بذبح سايد عندي نزل الشاي مره عندي يا عيال بذبح يا عيال يا عيال يا عيال
قايل بينفجر علينا يا عيال. قاسي شلون اسمعكم ترى ما نسمع شيء. سام بينفجر علينا. طب لقيت ترى تضرب العصه. سام خلنا يضرب غلط. خساره فيك اكسرها والله خساره. والله خساره. قاعد يرد عليك وقت اللي كنت معه. وقت اللي كنت معه. مجرم انت. احنا وقفت على قاسم ذا. فرج قريب باذن الله. صبر جميل والله المستعان. لب قلبك ابو زيده. لانه ما بكيك ابو زيده نبي جوده حزينه. عيال والله ابوك يستانس. احنا اول مره نفتح الكيشن ذا. نعم. ايش تبي ايش تبي؟ اللي معي بياكل تبن شوي. اسلم. اللي ندع الخروف. ليه ليه؟ ليه يوم انا ادع الخروف؟ أنا قلت له لا يطعنه بشوية يطعنه تلا ساير ها ها كم واحد جوا كم واحد أنت على طول هذا الدبلة أقول يا ساير والله أنكم خففتوا على المسلمين الله يسعدك أكثر فلوسك يا ولد الموسى يا عزام يا عيال لبيه تبغى شيء والله يصال وين تروح وين خليك هنا إذا احتجت شيء نجي يا عيال خليكم بالهنقر خلكم عندنا احنا موجودين هنا تبغى شيء احنا نخاف نقص حالنا ابشر ان شاء الله تبغى شيء زمون سلطان سلطان حاول تسوي مظاهره اقدر انقل خلاص ولد العساف انا ما اعرف كنا ولد العساف كراش هلا اراهم ماسكينك هلا اقول ليش ماسكينك لقوا ماك ليش لا والله قال واحد من السابقين جاب تسمم من الطين والله ما احسن والله من البربر حق بجاد يا الله يا رب انت سخ الرجال يقول لك برغل تقول بربر بربر حله لا اسمع شو يقول يقول انا ما عمري طبخت سباجيتي يقول ما عمري طبخت سباجيتي بس اطبخ مكرونه يا عيال يلا ما عليه اقوالكم يلا فما الله وين اقوالكم وين طيب فما الله اسلم 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 ساير اسلم ابي اطلع ابي اطلع كذا من فوق ساير والله لو تقوم القيامة تعال وانا طلعت اجيب الكرسي ساير انا عندي لك حل كذا واركض واكسر هو خشب صدقني ينكسر بس اصبر شوي روح طيب بالله ما بقتني يا سيدي عبد الرحمن بالله ما بقتني يا مصر بقتني يا عسيري ولا ما بقتل يا محسن تعوم ذا تسجد الخصوصي يا العسيري اقول بقتني ولا لا ايه لا ما سألت على شحم ابشر على خشمي يا ابن دقلي يا ساير هم موجودين احرني يا كم من اللي فيه عندك متى تتوقع بيجي يا خلاص هيا احنا ريحنا يا حبني لك يا ابو منصور يا حي هالصال ابي بطاط ابي بطاطس قد العضه هذا الحركات هذه ما انا والله ما عاد اطلعها تضحك بالدب محسن طلع يدك محسن تركت جرح اصابعي وانا اصبر 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 وانا اثق فيك سم والله اني اقسم بالله ان حسن الدوسري اقسم بالله حسن النسيب يا النسيب اجعتك ابي بطاط بطبخه بطبخه وبجيك تبي حلا تماسك تبي حلا حط ايدك شوي لا حسن عبد الله تبي حلا هلا هلا بنحط كيك تحت الباب هذا هذا يبيك من هو ما ادري هو جمع حاجزهم نعم شباب لبيه تعال تعال خذ بطاط ها تعال خذ بطاط طلع عيدك لا والله والله ما عاد اجيب خلاص خلاص لا 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 ما عاد اجيب بطاط يطلع عيدك خلاص والله لا تبوز معي 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 البطاطس مو مستوي يا ولد معي بطاط ايش فيكم استري بالله انا وساير وبدر وجاد ونوار طلع طلع ايدك طلع ايدك تكفى يا ابن دقله ابشر بالسعر طلع ايدك طلعها لا والله ساير ساير يا ساير ساير حط يدك حط يدك سريع ابو زيد كل الناس حط يدك والله حط يدك سريع ها شوفوا شوفوا ها حط له كم جو زين ها
لا ما فيها البطيخ خلاص والله امتلينا بشمنا ساير والله امتلينا بطايق دقيقه يا جماعه عندنا كثير عيال عندنا كثير لا اله الا الله دقيقه بس بدي كلمه حق حق لا اله الا الله بندخل عليكم ابو زيده من تحت لا ما نبي قصروا في وقتكم غنيين مكتفين مكتفين ابن دقله وافي ابن دقله لبي انتوحي تكفى يا ابن دقله هذا طاهر على الله ثم عليك انتوحي اسمع يا ابن دقله انتوحي اي اوحي يا روحي اوحي يا روحي عطن بيتين يا بعد حي عطن بيتين تكفى يا ابن دقله لبي عطن بيتين يا روحي وجع يمسك سرك على الشحم من هو ذاك؟ صقري 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 والله ابو مجاهد حلق شنبك صقري صقري والله ينكسر شوف شوف الله يجزاهم هذا صقري والله لو ندخله وشيء يبيض الوجه ابو مشاعر يا محمد الصقري ادخل علينا من تحت محمد الصقري يا عيال خلوا هذه عندكم يا عيال احمد سالم اشهد انكم مو محترمين احمد سالم لا دقيقة حنا الحين نعطيكم ما تترجمونا لا 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 هذه ما نبيها يا عيال انتبهوا يا عبد دقله احمد سالم وينه ابن دقله كذا احلى يا شباب والله محمد الحاردي بكات مجا بكات مجا بكات مجا بكات مجا قطعتك والله الحاردي شيء. يا قلبي حذفها بالبرميل لا ترسلها علينا بيجيك ابو كاتب الحين يا شباب شوف يا شباب اوهاني هلا خلاص يا شباب يا عيال يا عيال الله يستر نجيله على طول قد في فوق والله اني نسيتي قد في فوق لا لا ابى اطلع هنا لا 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 والله ما يكسر والله ما يكسر يلا ذي خبيه هب هب ولا والله ما ينسى والله جي والله ضحك مصدر والله كنت تعبان خلاص يا عيال بالعزل السماء السماء تصيح عشان امتزازه السماء تصيح عشان امتزازه امطرت والله العظيم والله يا محمد لا يا عيال كهرب كهرب يا لا 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 لا, لا تحذفون مويه كذا عيل انا وش اسوي عندكم قبل يا الله يا الله هاي ابو معيط ابو معيط حبك طلع نفسك انت هنا اصبر محمد انت من ضمن نفسك تعال تعال انجز تعال انا بمسك انا بمسك تعال انت من اللي فوق حطلك انا بحطلك انا بحطلك انا لا تكسر تعال انا بمسك ما بين محمد حارثي يا رجل والله ثقيل على ايش بيكم يا ولد حارثي ها والله لا يسوي القيل ولا ما يعزه شوف اذا كان كتفي تركز اي 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 ها لا يا حارثي قل لهم تكفى لا يحلفون عيال لا 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 ريح انا بس ابي الحمام تقدرون تشيلون الحمام يا والله اذا كنت تكونون احسن شيء ابغى الحمام شلونه؟ والله يكون شكرا لكم قسم اي ارجع يا ما في الا كذا يا كنترول بس كيف ارجع ساير بل لا كنترول السلام عليكم ارجوك حول وضعك مزري اقرب دنه حولها تكفى ارجوك مع اخوك انا طلعوه كذا فوق عرض ايش اللي طلعه عرض الكلب حطوه كذا يا عيال طيب شلونه عشان اطلع وارجع مره ثانيه انت تدري اي حركه اي حركه فيه ممكن اسوي اتصال على طول وايرلس لبعض الناس يجيك على طول هنا ابو عصا يمشي كذا لما يلخ ارجع ما ابو عصا كذا ها باص خط احمر ما ادري والله نسيم والله طلعت من الغمه طلعت ها طلعت من الغمه صدق واحد ما درت بسابقه ما عليك ما لا لا هذه سابقه بيضاء ايش بيضاء في وقت عزل والله والله سابقه بيضاء معك المتردي والنطيق حسن مبلوم حسن صدقني مشتاق لك والله شعور مو متبادل ما ادري مين من اللي تافل هنا يا انتوا ايش اخباركم يا مسي ها عليك الربع نسيت يا لطيف يا عيال لا ماني حذف يا عيال النسي النسي حتدفع الثمن غالي النسي مين اجل مين اجل حسن حسن احلى شيء ما في هذا منايه
تعال سبي سمعنا هل شاءتهم بأبل في البراني الحين الحين هل شاءتهم حصرا قول ايوه بعدين انزل 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 حط ساعة عشان يد 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 ساعة 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 المجرم تتصل الشرطة المجرم يلا الله وقف 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 عطنا وقف شلب اسمع يا فنداقلة دقيقة 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 حسن حسن وش بدايتها دقيقة وقف وقف تعال تعال أبدأ أسف وش بدايتها حسن حسن يلا 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 سمعنا سمعنا بنرد عليك أكاديمية الشرطة يقول يلا يا حسن تنجح خطة تفشل خطة والمجرم تمسك الشرطة حسن تعرفها يلا حسن يلا يا عيال يلا ترى انا صف واحد نبي نرقص يلا 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 اسلوب شو نقول لهم دول ادري شلون خنت شو كذا تصبر انوار هذا هو مجرم مجرم الشرطه المجرم الكبير حسن تترك الشرطه ها ها يلا حبيبي تعصب هلا تكتل خروف كذا يا اخي ليش قاعد عساك ما طال حلو خلص علينا يلا يلا شوي شوي ملح بطاطس تبغون مالح زين شوي ملح عصب هلا عيال سم البطاطس تبغونها مالح زيادة ولا حط ملح شوي شوي ايه تسوي بطاطس الله يعين ابو علي عليكم بكره سوي بالله يلا امشي واكل حسن طول الهجر وصبر يا حسن اخلص علينا حسن نحمد الله نحمد الله جات على ما نتمنى بحولي العهد نحمد الله جات على ما نتمنى نحمد الله جات على ما نتمنى ما نتمنى هاي بس انا جات ناكبة ما نتمنى ولا ما نتمنى أدري وش السالفة لكن هلا عذبوني طاردوني أبعدوني سجنوني عذبوني الشعب يريد الحرية الحرية شباب شباب لا لا تهديلهم معاكم رداء الحين اقول لا عندهم رداء يقول بعدهم رداء سايل اسمعك اقول يا سايل عيال ما اهتزت الارض عندكم عيال ما اهتزت الارض عندكم هلا 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 ومعيط الحين مسكينهم ولا يلا يلا ايش لا قاعدين صقري 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 انت نفسك علينا والله العظيم بعدكم يلا صقري يلا يلا اسمع صقوري يلا يلا يا صقوري يلا يا صقوري يلا يا لي على عشر السجن غنى هيا يا طير يا لي على عشر السجن غنى كان هي تعمد يا جر الصوت هي كان هاي تعمد يجر الصوت يا هنا لا جا خرج وعي العفو يشبع لا جا خرج وعي النار يشبع فتح حركات يا عيال يا عيال انا عندي سؤال ايوه ها في احد جاء تسمم دونت تاتش ها هو قول في احد كل عشان والله شكل ابو علي يوم ذاك قال راح جو تسمم حسن وهج على طول حسن حسن انطل انطل الصقري صقوري صقوري انطلع علينا صقوري ايه اجيك من فوق ايه تعال انزل فوق اسمع يلا اسمع اسمع يا صقري عساف هلا ايش علاقه بدر وساير ترى انا تلاقيك هلا شو الصقري ها ايش علاقه بدر وساير بدر وساير شفيه؟ معززين يبطل شلعل شلعل حنا اللي وصفين له الوصفة الله هو المعمير قبل بيوم مسوق قليل له اطبخ كذا وبجيب لكم الخروف وتلوني